حلبان سعيد احمد محمد الراقي او كاترسان حلبان لبا قولها ديغان كيد دقمد برعو او شريك رايد كو قبتي اقل كوكاد دقية هم مقالة برعو يساقو اي وهلين ايان وزير كوزالة داهولها قودة دلكن سومالي لان مضانع علي حسن محمد علي مريحان يسيدو كالدوقة دقمد برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد ايا وحاو سيحل داروغاها اللي هذا لمدوين كوغو دنبيي ورباهنت سومالي لان اي وحكو قريسي تاسيو نحر كيدو هاين حلبان كان لغا افتوب تي بداها مقالة برعو اسلامار كان اي افتوب كوغو يستين داد كسو تشيدا ديگان كي حلبان كاسي لغا صد دورتاي حسي اشي قضب كاسي ساقو حلبان كو كه اللي وحاو يلي ادي ادبان اقوم محادنا غيا ان المانتا شركن تلاهيد يقلا سوا قيب كلان وزير كوزارة دهولها قود علي حسن محمد يقدومي هاد دقمد وبرعوه يعني قوة حلبان سعيد أحمد محمد وحانو كهل لأن العدد دي ماني سلو ويتو لعضي يكال لعضي قولي جيجا العدد داسو أي نمان حلباني كهل لين دادك أضياش يدي باي هايين حلبانا دك يمي قويس كيجا صوب وغضينا سيدي أحد لين وحبدا با نور دحية مكاو حان لي يعني أرين تاسي أرين عدم يهين أرين باهيد بدا هيجا أن كل ما يسني ويسحانا أنا قلنا قد حيسي أنا قيو ثيرتي صدرتي حلبان سعيد أحمد محمد الراقي أو سوى هذا الكيسة أيا وحمر ويدي سو أرباهنتو بل إنه لش غين دونه ما يرك مقالة برعو أنا مدوبة يسكو في عنين أيا وحو كشوابي سيدا سيجي سو حوي ورنتا قدومي هو قدومي كله ديكان كده دكمة برعه ولكن كنا هجامين لي ولكن كان دورني مدو هذانا وده شقين لحين ما أنت واحد نوب لا ما يبي تعصب وأنا كل شقين إنه يسقون إنه جوه هجامين ليه وواحد خلافات كي يجي واحد نود حيينا وانا لما يسني سوى ناكسن أي ولا مات بلش هذا تير برعه وحان الله إنه أرنت هسي واحد كتير قبل قبودي قلت هذي سوى ناكسن أو خفن دوقة دقمة برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد أي يساقنا كدرين عليي قوان كاسي وقاتي حلبان سعيد أحمد محمد راقي إلهي سبحانه وتعالى وحن نقوم هذا النقينا ما أنتين هل كان نلفل حلبان سعيد أحمد محمد راقي وزير كينا ونوهلين يو وهل كان نقوع الدين إنه إن واحد باتاه ما أنتين اللحية لان يجرين هدي هوري وحن نقوع ترسنين لما يسني هاوش أسنى هل كاكو دماتي ما أنت لقى بلامنا أن يسقف كلين هاي وسأنا قوض الشقين إنه إلهي بأن نقوم هذا قينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيرك وزارة هولها قودة يقولي أنت دلك جمهورية الصومالي للمضانع علي حسن محمد علي مريحان ويساقنا شركة سيجرة إذا قيب كاها أيا وحاو التلمامي إن الحلبان كان وحفتو بأهلوغي سن إسلامار كانت دلك بأني تشوغين دبلي وحفتو بطا inta suuxa uu ku daray xilibaanka uu baxay deegaamadii laga soo doortay isla markaana hawlo dhaqan uu ku maqnaa waxa uu si cad wasiirku u beeniyay aftuubkaasi ay hore u sheegeen xilibaana ka tirsan golaha deegaanka ee degmada burco Allahu rahmaanu rahiim alhamdulillahi rabbil alamin salaatu salaamu ala rasuulillah halkan waxaan ku wada fadhinaa maayirka golaha deegaanka degmada burco iyo xildhibaan saciid xamed raage oo ah الدبانة ده لقى صوت دورتي دقمة ده برعو شركة يجتراي صداي ما يركي الدبانة خش يجين وحود داري هاي الدبانة هي مال ده يتورر بين السوق للسوق اللي هو الدم بعد عيوا الله فطوي لما قيل لنا يود ولدنا مو باقي يدون كانوا باقي ولكن كهل لي يقول قال لفتيس أي أنا دون إن أنا نصدا ما لحظة كلا شيء كتير أنا وعد إنه إن عدنا الله فطوي لباتنا عن الدين ولا تشي أي أب حين حلبان كأيوه فهم الجيس أيوم بهاوش رهيد هبين بمغناين صبحين قلبت نود دمنا ويسانون مركا مركا صور بين أبوها وزير علي حسن محمد علي مريحان أي قبل قبل دي شركة سي جرايدة وحاو فرهين الدري حلبان ذا قولها الديقان كأي دق مدى برعو يساقو قيس لك لنا همبالي الدري لبدا الحلبان يسفهمكو دحمري وحين تارق هذا مقالة برعو و دي حلدبانة دي يو ما يركي بچوه وحلو باها يحي اسي مدايسان والشرف اللي ووحي اللو صوت دورتي ملقيه دي هميلة دي دي لوغش قايو وخور مركي دلا تاقيرو ويسك دبا كوريق يو بوق يقايلو دات كان لغو چهوريرين
تاس سكوت بان حلبانه تقولها ديان كم باقية كارهان لو ذا حلبانه وين مكا سدا السهم وناستين دح مرينا يجينا وهم بليني وصبري تيفي قرنك الصومالي لان برعو